وما بكم من نعمة فمن الله. فمن النعم نعمة الحكمة، أن اشكر لله، لأن النعمة تقابل بالشكر. قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. الزول اللي بيشكر في النهاية الخير بيرجع له. لما نشكر الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، ما محتاج لك، انت الفقير لله سبحانه وتعالى، لكن الخير بيرجع لك. عشان كده رب العزة والجلال قال في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر، فلم يشكر هذه النعم وإنما كفر بها، كما قال الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أو استعمل النعمة في غير طاعة الله فلم يشكر وإنما كفر النعمة. ومن كفر فإن الله غني أي عن العالمين، ليس مفتقرا إلى أحد، حميد متصف بصفات المحامد، منزه عن صفات النقص. ثم قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، قال السعدي رحمه الله تعالى: والموعظة الأمر مع الترغيب والنهي مع الترهيب. دي الموعظة، تأمر الزول وترغبه وتنهاه وترهبه تخوفه. وحكمة لقمان ظهرت في وصيته لابنه. دي الحكمة، عشان ما في بعض الناس فاهمين الحكمة غلط. والله مجرد ما انت تدعو للتوحيد وتنهى عن الشرك زي ما فعل لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقاعدين يقول لك: والله انتوا دعاة فتنة. دعاة فتنة كيف؟ الزول بيقول نادوا الله سبحانه وتعالى، ما تنادوا الشيوخ. وي واحد تاني يقول نادوا الشيوخ، داعية الفتنة ياتوا الأول ولا الثاني؟ اللي بيقول للناس وحدوا الله، خلوا عقيدتكم في الله صحيحة، اللي عنده كربة إلجأ إلى الله بينجيه، واللي عنده مصيبة يفر إلى الله سبحانه وتعالى يكشف عنه الضر، والدائر حاجة يلجأ إلى الله ويدعو الله، الله بيدي حاجته إن كان فيها نفع. فكيف يكون داعية فتنة والزول اللي بيدعو للشرك ويعلق الناس بغير الله يكون ده زول داعية تمام؟ والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: والفتنة أشد من القتل، وفي آية أخرى: أكبر من القتل. والفتنة الشرك كما قال ابن باز رحمه الله تعالى. فهل الفتنة الزول يقول للناس وحدوا الله، ولا يقول للناس نادوا شيخ فلان وشيخ علان؟ وده كلام الآن بلوكو كثير من الناس في المساجد، تلقى يافطة ومكتوب ممنوع الحديث. ليه كتبتوا الكلام ده؟ والله يقول لك بيجوا ناس هنا بيتكلموا في المسائل الخلافية. مسائل الخلافية شنو يا مسلمين يا مسلمون؟ المسائل الخلافية بيقولوا نادوا الله ما تنادوا الشيوخ، ووحدوا الله، وما تمشوا للفقيد قولوا ليه والرايحة وين والدجال، تقول لي جيب لنا الرايحة، وما تحلفوا بغير الله. دي مسائل خلافية. زول قال للناس الله واحد، زول اختلف معاه من المسلمين يقول لا الله كم يعني؟ ده ما قال لهم الله واحد، نادوا الله براو. طيب ده قال مسائل خلافية، اللي بيختلفوا مع ذيل بيقول له الله كم؟ اختلفوا في شنو؟ الله واحد فيها خلاف بين مسلمين، نادوا الله براو فيها خلاف بين مسلمين، لكن دي مجموعات عاملين فيها بتاع حكمة وهم يفارقون الحكمة كجماعة الإخوان المسلمين. تمشي لين فيك أخو مسلم، وأنت طبعا داري يبقى الرئيس في أي محل، في فريق داري يبقى الرئيس، اللجنة الشعبية في النادي داري يبقى الرئيس، هو بغادي في المسجد داري يبقى رئيس اللجنة. الأخ المسلم أصلا شغلته ما معروفة، بعدين بتاع اللملمة. فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه، وليعذر بعضنا
فيما اختلفنا فيه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. عشان كذا تلقى جماعتهم ملانا تلقى فيها تجاني وقادري معانا برضو، يقول لك ده معانا في الجماعة، واحد تلقان صار سنة برضو خاشي معاهم مجرم كذا. أصبر الموضوع ده ما طويل، الولد ده يربوه على الطاعة والله. وفي واحدين متخاذلين، الكلام ده مر ما بيقبلوه، كلهم ململمين سوا وإلى الله المشتكى. يقول لك يا مولانا ما من الحكمة تتكلموا في المواضيع دي، انت عندك حكمة أكتر من لقمان؟ هو لقمان ده بيقولوا له لقمان منه؟ لقمان الحكيم بدأ بالتوحيد. تجي تقول لي الأخ المسلم، يقول لك يا أخي نحن طبعا في هذا المسجد ما دارين أي مشاكل ولا أي إزعاج، ولا الإزعاج بيجيبوا الصوفية ما بيجيبوا ناس التوحيد. الصوفي ده هو اللي بيسوي إزعاج، موحد ده بيجي بيصلي وبيذكر الله وبيسوي نصيحة، الصوفي ده بيجي بنوبته ولا اللي عنده النوبة ياتون المزعجين ياتون، ده اللي بيسوي الإزعاج. يا جماعة ما تشوفوا الحاصل شنو؟ كشاكيش وياسس أسى مرب القوم لطاهة أسى رجال مي مي، وساري الليل للقرد قرش، ما هو الحبوب ما هو الأغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرك تش، دخل باللام طلع كي كي، ما هو الفجل ما هو البامبي. هسي ده دين يا ناس ولا ملجة؟ ده دين بامبي وفجله وما بعرف ايه، والله الذي لا إله غيره كلها مصائب في البلد دي. والأخ المسلم ما بشكل الصوفي وبورطك، شفت في المسجد بورطك، انت مجيت ملتحي ومستقيم اي وماشي تمام، لك تفضل يا مولانا صلي بينا، انت تتقدم تصلي بعد الصلاة يقول لك الفاتحة الفاتحة، انت عارفك وعارفك ما بتشيلها، يقول لك الفاتحة الفاتحة، يا اخي انا ما بشيلها، انت كان بشيلها شيلها محل تخدها بعدين الله بيسألك، انت شايلها دي بدعة ساي، نحن بنشيل الحق، الحق ديك بنشيلها وعارفين بعدين بتودينا للخير، لكن بتاعت البدعة دي شيلها براك، انا والله لا بشيلها لا بجيب لك سحاب لا بجيب لك درداقة، شيلها براك. وبعدين يقول لك ما تشيلها يا مولانا، تقول لي لا دي بدعة، الم فيك الصوفي بجنبه بدعة، هاي الدعاء بدعة، هاي والشكلة تبدأ تاني الأخ المسلم ذاته عشان تعرفه مجرم، يمسك الميكروفون يقول يا جماعة طبعا نحن في المسجد ده ما دارين مشاكل، ما انت جبت المشكلة قبل قلت شيلوا الشغلة دي، هسي انت كان قلت خلوها ما كان حصل مشكلة، سويت الشكلة انت وعامل فيها بتطفيها، والله الذي لا إله غيره، وكله لف ودورانه لخبطة. فالأخوان المسلمون ما ناس توحيد والله، وما بتلقى أخ مسلم واحد يدعو للتوحيد الواضح وللسنة ويحارب أهل البدع وأهل الشرك، ما بتلقاه. فتشن شوف دعوتهم شنو، كلها شعارات ولف دوران ودنيا ومناصب وجري وإلى آخره، وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ويقول لك ما تتكلموا في الناس، زي الأخوان المسلمين، هو يتكلموا في الأنبياء عديل؟ سيد قطب ده مش أخو مسلم، سيد قطب عنده كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن صفحة 200، قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع عصبي المزاج. موسى عليه السلام الله قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وديل منهم موسى عليه السلام. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم، ويكون أولو العزم يكون فيهم ثالث واحد فيهم موسى عليه السلام، يكون مندفع عصبي المزاج. وبلاوي كثيرة يقول لك ما تنبز بجاه، هم بينبزوا أنبياء عديل راسه عديل، ما نبزنا زول وهم ما فاهمين النبز، والله الذي لا إله غيره. النبز ده الكلام الشتيمة، النبز ده مش الكلام التشتم والكلام الشين وكذا وكذا، أي زول قال نادوا الله ما تنادوا فلان، ده نبز بياته لغة، بس بياته لغة ده. النبز ده تقول وناس أهلك كذي وناس بيتكم كذا ويتو كذا ونحن كذا، ده النبز. نحن ما قلنا ناس بيتكم ولا نبزنا زول، قلنا نادوا الله الخلق الكون كون شت حقه، ما تنادوا الشيخ، ده نبز بياته لغة، بالعربي ما بتلقاه، بالإنجليزي ياتو البريطاني ولا الأمريكي ياتو إنجليزي ذاته، والله كلها لغة بالروتانا ياتو نبز ده. نادوا الله يا أخي، يقول لك زول مات ما تجيبه، جيبنا قلنا فيه شنو؟ الميت ده قلنا الميت مات، هو مات ولا ما مات؟ مات، معناه قلنا مات وهو مات، قلنا الميت ده ما بيلحق هو بيلحق،
لا ما بيلحق. طيب ما أقول لك كلام ما واضح. طيب في جنوه أبو بكر الصديق يا ناس رضي الله عنه بنبز مش صحابي جليل في مصنف ابن أبي شيبة، والله قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله في رواية الذي في السماء فإن الله حي لا يموت. عليك الله في صحابي قال لي أبو بكر ما تنبز، قال لي الرسول ده مات ما تجيب سيرته، ثانه ما أسأله، قال لي من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات فعلا صلى الله عليه وسلم، وده ما تنقيص من حقي، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هسي تقولها في جامع في درويش يمكن ينط يدق الحيطة براس الرسول مات يبكي بعد شوية، تقول لي أسمع مش التبكيت أي عجبتك الشغلة دي أي كلام ده أي تمام خلاص. من كان يعبد البرعي فإن البرعي قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. في القك بمركوب يمشي جنب الباب في القك يقول لك وهابي ما تجيب البرعي، أبو بكر ما جاب اسم الرسول عليه الصلاة والسلام نبزوه؟ لا ما نبزوه، لكن دي كلها لف دوران والله الذي لا إله غيره، وكلها في نهاية تعرف إنه كما قال الله تعالى في القرآن وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أي زول بتضايق من التوحيد ده يراجع نفسه، توحيد تتضايق منه والله واحد بتضايق زول؟ عليك الله لو زول زي المناسبة دي زول بيحب أولاده، ولده الكبير مهندس، ولده الصغير دكتور، الأصغر منه قرى اقتصاد، التحت آخر واحد محاسبة، وبعدين التحته ضابط في الجيش، يجي مناسبة زي دي منتظر بس راخي أضانه زول يقول لي أولادك قروا شنو؟ بيكون متكيف لما يسألوا السؤال ده. والله بيكون متكيف جدا، لك أولادي هذول واحد مهندس والكبير وبسميهم بأسمائهم بيجيبهم، والله محمد داك مهندس ومهند دا دكتور وداك الثالث دا اسمه منو سامي ولا منو دا بيجاي كذا وده كذا، بتكيف جدا مش جابوها هنا امشي المناسبة البغادي تاني سألوا السؤال، ما بقول كررت لي السؤال، ما في ناس قاعدين قول اي والله ولدي الكبير كذا، تاني امشي مناسبة بغادي اسألوا بكم متكيف، وكان جو ولاده ماشيين يقول اي والله الضابط ده ولدي اي ده طبعا ولدنا دكتور يتخرج من الجامعة وكذا، قدر ما يسألوا بكم متكيف لأنه بحب الموضوع ده. زول بحب الله سبحانه وتعالى، ليه لما يذكروا اسم الله هو ما بيتكيف؟ ليه لما يقولوا التوحيد هو بيتضايق؟ ليه بيشوف الكلام ده سبب مشاكل؟ ما في مشاكل، توحيد ده اللي بيلم الناس، الشرك هو اللي بيفرق الناس، ودعاة التوحيد دعاة إلى الاجتماع وليسوا دعاة إلى الفرقة، والله الذي رفع السماء. يا غسي لو المسلمون في العالم شت، يا هنا القاعدين في الصيوان ده، لو المسلمون كلهم في العالم شت بس القاعدين هنا، جاء واحد صوفي وقف في جاي قال يا جماعة والله نحن شيخنا المرغني طبعا شيخنا ده الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا، أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. أو ما بعرف حاجة تانية ده بيجنب ويقف الختم بيجاي خمسة انفار بيقوا معاه ماشوا بيقوا مع المرغني ختمية، واحد بيغادي قادر يوقف بيجنب قال يا جماعة طبعا احنا قادرية شيخنا ده اي ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله يحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي، إلى أن قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا. الصوفي ما بقول لك خلي عقيدتك في الله تمام في الشدائد نادي الله، لا لا لا، مريدي تمسك بي وكن بي واثقا ليحميك في الدنيا ويوم القيامة، إلى آخر الأبيات. بيقوا بيجاي قادرية، جزء من الناس مشوا بيقوا قادرية، انتبه للكلام ده كويس،
واحدين بيقوا ختمية، واحدين بيقوا قادرية، جو واحدين بغادي سمانية تابعين للبرعي، ذاك اشتغل كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. بيقوا واحدين بجاي تابعين لخالق ده بغادي، المشكلة دي ما طالت هاتي ديل ما فرقوا الأمة، والله واحدين مع الكباشي واحدين، وديلك تابعين لأحمد الطيب البشير برضو السمانية ذاته قال ألم ترى ده برعي القوم قال في كتابه ديوار رياض الجنة ونور الدجنة. الأخ المسلم بيشوف الكلام ده ما حكمة وده ما موضوع، أخو المسلم بيجي بمسكك والله الذي لا إله غيره ضيع زمنك، ونحن في هذه الأطر وفي المرحلة القادمة، ثم إيه المرحلة دي سويت فاجنه مرحلة دي أسي سويت جنه، ثم إنه ولا بد واتفضل ولا بد وحقيقة، وما بديك أي حقيقة حقيقة، والخطة الخماسية والسداسية، أخي نحن لاعبين كورة خماسية بتاع شنو إيه كورة يا أخي، والله الذي لا إله غيره. طيب داك بغادي برأي قال عن شيخه ما الطيب البشير قال ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. بيقوا واحدين مع أحمد طيب البشير سمانية، عليك الله الأمة ما تفرقت، اتفرقوا واحدين ختمية واحدين قادرية واحدين سمانية، وأي واحد بايع فرقوا، جينا نحن وقفنا في النص الله يتقبل، ولا بتاع القادرية هاي شيخكم مات عبد القادر ماسكين فيه وغلط سايته مات ذاته، والله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، تعالوا تعالوا وحدوا الله، قالوا خلينا القادرية وحدنا جدعنا الحجبات ومتاني ما في شيخ بالنادي وحدنا، جو وقفوا في النص قلنا ليديلك بغادي القادرية تعالوا يا القادرية بغادي هنا أتون ختمية تعالوا ختمية هاي مرغني مات مات ما نبذناه ومات، والله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، خلى الختمية بقى موحد بيجاي. لما أنا في السمانية قلنا له شيخكم وين؟ أحمد طيب البشير مات، البرع ذاته المدحه وين؟ مات، تعالوا خلوا عقيدتكم في الحي الذي لا يموت. جه لمينا الناس دي ولا ما لميناه؟ الناس دي مش اتلمت؟ مش اتوحدت؟ اللي بيدعوا للوحدة بعد التوحيد ديل دعاة التوحيد ولا دعاة الشرك والمشايخ؟ والله الذي لا إله غيره، ودي ما من الحكمة يقول لك ما أتكلم في التوحيد، دي ما من الحكمة، وده قدح في دعوة الأنبياء والرسل، والله الله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دي الحكمة ذاتها. أجيك واحد تاني أنصار سنة ده الحيرون ذاته، كانوا شغلة في السودان ده كانوا ماسكينها صوفية ما لخبطين وبتاع نوبات وتعبين رقع ومرقعين، الواحد هدومه جديدة يرقع عليهم ربه برقع معلومة بعرف ولا برقع قديم غايته عليهم ربه، يرقعوا فيها ونوبات وجلود وسبح كر 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 وبلاوي كثيرة جدا، ديل بجاي كانوا صوفية جون صارت سنة بدوا الشغلة كويسة وحدوا الله ويدعون بالشباك كتروا لما فيهم دخلهم في السياسة جرفون بغادي، بيقوا يقولوا والله يا أخي الشغلة دي ما في النهاية نحن بنتعاون سوا وفي سنة كذي يتعاوننا سوا وبيوتات من خيار الصوفية، وبيقوا يمشوا للكباشي هناك والكباشي ذاته شغلته قلبت بدل كانت مهيوبة وعصيدة بقت رز والرز مردوم، والله بيقوا بغادر آدمين الشغلة بغادي ناس الإصلاح، لأنه في ناس بيقول لك ديل ناس المركز العام، لا ناسك ذات وناس الإصلاح برضو لخبطوها، والله مطر داك هناك مطر ما بتعرفه مطر زمان، نسأل الله الثبات، مطر ده قريب ده زمان الشغلة كانت توحيد ووك أسي قريب ده قبل فترة قال في افتتاح بتاع مسجد حاضر محمد الأمين إسماعيل بغادي ده نائب الرئيس الجماعة وذاته كم رئيس في البلد دي، بلد فيها رئيس واحد ديل الصلبة ساي هاي واحد غلبته الشغلة
وما ساوي قال رئيس الجماعة. جماعة بتاعتي انت رئيس وانا دبابتك انت، والله ما في دبابة، عندك كم كلاش؟ ما في كلاش. ايوة وزير المالية وينه؟ والله ما معنا ده، ما براه ده بتاع الحكومة. اها وزير الخارجية وينه؟ لا والله نحن بس حدنا هنا دي. ورئيس برضو هاي يا اخي انت مصل بيتزا يا اخي، رئيس بتاع شنو يا اخي؟ انت ما عندك اي شيء في النهايه لخبطه ساي. ديل بي جنبنا هاي بالرئيس محمد الامين قاعد، وامين الجماعه عبد المنعم خليفه قاعد، وجا مطر ده بغادي من قاده من قاده من قاده هؤلاء القوم، قال الاخوان المسلمون اهل سنه، والصوفيه اهل سنه، وانصار السنة أهل سنة، والإخوان المسلمون ما بيرضوا في أنصار السنة، قل بينبذهم من ذاته، والصوفية ما بيرضوا في أنصار السنة. عليك الله دي سيو سيو يصدقها، الصوفية ما بيرضوا في أنصار السنة، هن نبذهم من ذاته. قال بيقول له وهابي ما بعرف دقن شنو، ما بعرف وسرواله متر وشنو كذي، هذا المتر بتاع شنو ديل ما ذاتهم يا قل بينبذوك، قل بينبذك منو غير ديل. قال الصوفية ما برضوا في أنصار السنة، وقبلها الإخوان المسلمين ما برضوا في أنصار السنة، وأنصار السنة ما برضوا في الصوفية. شغلة دي ما جات عليك الله، ما لخبت رأس المسلمين شكل الجماعات دي شت تدعي الحكمة، وهم أبعد الناس من أبعد الناس عن الحكمة، والله جماعات منحرفة كلهم بتاع اللخبطة، أنصار سنة صوفية دواعش ذلك بغادي، تقول لا إله إلا الله برضو يقطعوا راسك. أهان قبل وين انت جابوك جاسوس وشنو ما بعرف وما جاسوس وغيره، وداك بغادي حرقوه برضو بجنبه، وتشهد يقطعوا راسك، ما تشهد يقطعوا راسك، شغلة سيك سيك معلقة فيك بس قطع قطع، ما عندهم اثنين ثلاثة ذيل بجنبه بغادي دواعش وسرورية بجاي تابعين لعبد الحي يوسف، والله ده الحاج بتاع قناة طيبة ده برضو بتاع لخبطة بيجاي، ده بجوز التفجيرات، وناس متعاطفين ساي في البلد دي، والله الذي لا إله غيره. بلاد يا أخي في بلاد الآن في العالم من الأساس يدرسون التوحيد، يخشوا الثانوية يدرسون العقيدة الواسطية، بلدنا دي من صغير درسوك لقطة صغيرة سميتها سميرة، يا أخي البلد ناقصة كدايس قطة بتاع شنو؟ والله إن أنا خلاها مستورة ساعة عشان ما نلخبطها بغادي، لكن في النهاية الموضوع ده ما طويل، كلها في النهاية لخبطة. فداير ولد تربيه على الطاعة، تربي تربية صحيحة، أقرأ آيات لقمان وربي ولدك عليها. من يا أخي الآن اللي بيقعد يربي ولده بالراحة يقول لها ولدي التوحيد أهم شيء، ما تعتقد في شيخ، ما تمشي ليقوم عليك الله، منو من المسلمين الآن؟ كلها التربية كان لقيت لك طوبة جنب الحيطة ما ترفعها تحت عقرب، وما تقطع الزلط التي تلفت بالجنبات، إذا أرى لها وصية المجنون ده شفته بلقط الأكياس، لما نيجي يقطع الزلط بتلفت دي معروفة ما فيها اثنين ثلاثة، إذا أرى لها وصية دي هو بعرف، وركز في قرايتك، وكان ما قريت بعدين ما عشان تبقى دكتور وتبقى كذا. يا زولها دكاترة يا أخي، وناس دكاترة بيجاي بيعتقدوا في غير الله سبحانه وتعالى، والله وناس مش دكات، ناس بروفات، زول بروفيسير زي حسن الفاتح غريب الله، كان مدير جامعة أم درمان الإسلامية، في النهاية يسألوه يقول له هل الولي بعد يموت بيمرق من قبره؟ يقول نعم، يخرج من قبره ويعود مرة أخرى بعد مات، ينادوا الولي قال يمرق من قبره، كرر يجي راجع. ده بروفيسير ما قرأ سورة ياسين، قال تعالى في سورة ياسين ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، مادة ما بيرجع في الدنيا إلا في الآخرة هناك، والله وكل مصائب وبلاوي. فدي الحكمة يا جماعة، الحكمة ناس تبدأ بما بدأت به الأنبياء والرسل، توحيد، والناس لو وحدت الله بيفتح عليها، والله ما يكوركو ساي العيش زادوه أه الدين ما زادوه، أي مناسبة تمشي دي هوا نستن، العيش زادوه والبنزين زادوه والسكر زادوه، ويشربوا في الشاي الغريبة ويشبعوه، وباقي لك يساوي انه كرتل الجداد، وبعد ينبذوا يقولوا والعيش زادوه وزادوه، الدين ما زادوه،
أسألكم بالله في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة دقدقوا نوبات؟ دقدقوا؟ ما في. ويقول لك طلع البدر علينا يا مولانا، ما ثابتة دي قصة، دي بتاعت مسلسل ساي، ما ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ثنيات الوداع دي في جهة الجنوب كما قال الفوزان، والرسول جاء من جهة مكة صلى الله عليه وسلم. دي كذب ساي وملفق ساي، في النهاية لخبطة ساي. قول صحيحة، قول القصة دي صحيحة. دقوا النوبة ليه؟ والله قالوا استغبروا الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة. طيب بعد خش المدينة تاني دقوها؟ دقوها تاني ثبت؟ والله ما دقوها. طيب التأسي بتستقبل في منو؟ اللي بيدقدقوا بالليل ده بيستقبلوا في شنو ديل؟ بيستقبلوا في منو ذاته؟ كلها لخبطة، لخبطة الدين زادوه. رسول بيسبح بأصابعه زي ما في سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، بيسبح بيده. جابوا سبحة غلبتهم ما داري عده، يجيبوا له ربط قدر ده قروش يعد عد فيها، ما بشيل سبحة، ما بعد عده بالسبحة. 50 كر 50 كر لا لا بعدها ساي، تلقى عمك كبير ومرات أعمى، تلقى أعمى يقول لك ده أبو 50 ولا أبو 20، عيد ساي عيد يا أخي ما تضيع زمنك، يعد عد فيها والله ما بتشيل سبحة. في التسبيح شوف الكسل، في التسبيح يقول لك والله مولانا العدد بيتلخبط علينا، بيتلخبط. اي في حديث في البخاري ومسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس دي شت حافظه، انما الاعمال بشنو؟ بالنيات. انت نويت عدد معين، اي طبق السنه بنيتك الله بيديك العدد، الا تزيد في الدين إلا يزيدوا إلا يلخبطوا. والله يقول لك بنذكر في الله، تذكر الله بالبدع ما تذكر الله بالطريقة الصحيحة. وهل أي ذكر بيقربك لله؟ ما أي ذكر بيقربك، قد تذكر وتكون بعيد من الله سبحانه وتعالى. كيف؟ زول استخاش الخلاء حمام موج بيخش بالشمال وفي ذكر معين، أي خاش المسجد موج بيخش باليمين وفي ذكر معين، أي لو قال ذكر المسجد وهو داخل الخلاء شغل انت تقربوا لي الله ولا بتبعده؟ بتبعده. لو قال الذكر ده خدته في ذاك بتقربوا لي الله ولا بتبعده؟ بتبعده. فيبقى لازم اي شيء يجي في موضعه، اي شيء يجي في موضعه. الدين يزيدوه الامه ساكته ساي، عيشه زادوه يصرخوا، والله الذي لا اله غيره. يا ناس اشكروا الله سبحانه وتعالى والجوا الى الله واحدوا الله، ودي الحكمه ذاته. والله الله يفتحها على الناس. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن الحاصل شنو؟ الحاصل زراعة تلقى مد البصر، بعد شوية تلقى بنيان مقبل على السماء، حرب على الله تعالى وما بيقدروا يحاربوه، فإنها حرب موجهنا إلى السماء. والله الذي لا إله غيره. نساوين يا أخي إجن في النهاية إجوا يتبركوا بالأتربة، بركات أبوينا الشيخ، وشيلوا التراب، الدارة تتزوج تمسح بتراب. يا ما رأيت قبل شوية ما بتزيني ليه؟ والله عشان يشوفونا ناس يتقدموا لنا. طيب التراب ده ما بوسخ الزينة دي، الزينة معصية، تفري من المعصية للشرك وللبدع، وكلها مصايب وكلها بلبلة ساي. الطفل تلقى صغير، طفل صغير إن أكل التراب أبوه يقول له كاكه، التراب ده كاكه ما تاكله. بعد شوية الولد يكبر يلقى أبوه في القبة بسيف في التراب، هسي ده يقول لك هكا ولا يقول له شنو ذاته؟ ده يقول له أبوه شنو؟ يحلها كيف ذاته؟ كلها مصايب وتربية في النهاية، نسأل الله العافية. فلو دار تربي ولدك التربية الصحيحة ما تضيع زمنك معاه، ربي التربية دي قول لها ولدي أهم شيء عقيدتك في الله تمام. والله عشان كي الأنبياء ربوا أولادهم على التوحيد. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه. ألا تربي الأولاد والعقب على التوحيد؟ شكي رب العزة والجلال قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ده الهم بتاعه. ما قال الواطب تعد بحري ما تبيعه، الشغله دي ماشيه زايده.
والارض بتاعت ام درمان اوعك تفرط فيها، شغله دي اللي قدام بتنفعكم، والبوكس ده نظيف ما وداك لا لا لا. الموضوع الهامي وشنو النبي يعقوب عليه السلام، الموضوع الهامي لما جاءوا الموت وفي الالم بيتكلم به وشنو هامي امر العقيده، لانه ده بينفعون والله الذي لا اله غيره. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. بعد ذاك مات مرتاح مما قالوا التوحيد، مات مرتاح عليه السلام. عشان كذا رب العزة والجلال قال عن ديل وعن غيره ممن اتبعهم قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما خلفوا من الأبناء من الأموال والأولاد. ليه؟ لأنه ربون على الطاعة وسخروا الأموال في طاعة الله سبحانه وتعالى. فولدك تربي على التوحيد، أول شيء يا جنى هاي ما تخاف، ما يخوفوك. كان جات كتاحة يا أخ في البلد دي يخوف الطفل، كتاحة يكذبوا عليه، قول له قول لها كتاحة بتاعت هوا، قول له محمد معانا ما تخشانا. يا زول ما تكذب، محمد معاك في السودان صلى الله عليه وسلم، تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي الكتاحة بيقولوا لا كذي، الريح ده الدعاء بتاع الريح بيقولوا كذي، تسأل الله سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به إلى آخره في الأذكار المعروفة. ده كتاح السفنجة كان انقلبت، يقول لك صلحها صلحها يا أخ ما تقلب علينا، تقلب السفنجة كان مصنع بتاع سفنجات انقلب ما بجيوش ما بتجيكش بتاع شنو سفنجة، كان عربية اشتروها جديدة يطبحوا وشيلوا الدم يلصقوه في القزاز، تقول له ده شنو هذول؟ يقول لك والله العربية دي كان ما كرمت لها بتنقلب، عربية صنعتها أنت ولا صنعها خواجات؟ والله صنعها خواجات، خواجات قاعدين يكرموا لا ما بكرموا، عرباتهم بتتقلب الخواجات دي، عرباتهم بتتقلب ولا انت نجد سواقتك واستعين بالله وخلي عقيدتك في الله صحيحة. شنو بتا خروف يطبع؟ والله لو شلت خروف الكرامة فيها بيورة تنقلب بيك انت وخروفك ذاته. يا اخ معقولة يا امة يا ناس؟ معقولة الناس قدر ده؟ كرامة دي لو دار تشكر الله اشكره، لكن تربط عقيدة انه لو ما ذبحت العربية تنقلب، وعمارة يبنوها يجيبوا العيش الحب. والله انا حيروني في كافوري واحد حارس لي عمارة، عمك كبير اتونس معاه، قال لي في ناس جابوا عيش حب، قال شتتوه تحيد، قال شتتوه، قال عمارة بتاعت مرة حرستني، قال شتتوا العيش الحب للجن. العيش الجن ده يا جماعة حمام شتتوا لي عيش حب؟ الجن ده شتتوا لي عيش حب؟ وقال لي جابوا لي فكة حديد ادوني له، قالوا ده للشياطين، هو بسجر ما شال الحديد ضرب له سجارة. قلت له الله سجارتك دي حرام لكن خير لك من جوباكم ده. يا اخي ناس معقولة يا اخي، وكل لخبة في شخبة، عقائد كلها شفتها في البلد دي إلا من رحم الله تعالى. أي شيء معتقدين فيه عربية تلقى وقتين مكتوب فيها ورا ما شاء الله تبارك الله، أيوة ما شاء الله صح تبارك الله صح. أنت خايف مالك؟ خايف من العين؟ هاي يتحصن واركب العربية وأبقى مارق تاني في شنو؟ تلقى ساوين فيها جزمة صغيرة تحت العربية، والبيت تلقى ساوين فيه قرون، تقول بنطح انت بيت تساوي له قرون ليه؟ يقول لك عشان العربيه دي بدل يعاينوا لها هي مكشبه وسمحه مزينه، يعاينوا للجزمه تحت ينشغلوا بها ما يدوها عين. يا ناس يا امه، الطفل يلدوه 9 شهور الله حافظه جوا في بطن امه مرقته كذي، يجيبوا لك امون يدردموه يربطوا له في رقبته. يا ناس ده شنو؟ والله يقولوا من العين، كمون بتحفظ، كمون بيحفظ، وتلقى مخزن بتاع كمون يلم فيه حرامي يسرق له شوال كمون يبقى مارق بالليل، شوال يسرقه، خدت لك حاجة قدر السفة تحت وقال بتحفظ يا أخي. أو أولاد الكفار ديل حافظهم منه ديل، هسا وجه أولادنا ولا ديلك؟ وجاه ساي بتاع الدنيا خلي الآخرة ديلك يا أخي، يلمعوا يجيبون في الإعلانات يعني أولادنا ريالة سايلة، ديل بدون عين ولا بده عين ذاته؟
كلها لخبطة وباسم الدين والله الذي لا إله. معليش يا جماعة أنا والله ما دارين نقول كلام شديد على الناس، لكن خايفين على ده. حاجات في المجتمع حاصلة حاصلة، تبقى مرأة تجيب الجبنة بعد شوية يجي النسوان تانيات في شنو يا جماعة؟ والله يقول لك الدستور مدسترين الليلة، وتجي ست الودع لما سواها حفلة غنية ركبت البص لقيتهم شغالين يغنوا ماشي كوستي شغالين. ست الودع أرمي الودع لي كشكشي شوفيه لي كان فيه شي قوليه لي ما تختشي. يا تختشي يا مرة داسي بعد ده كله ما تختشي؟ وفي في في ودع بيعرف بكرة بيحصل شنو؟ كان ما شغل بتاع لخبطة. الله قال في القرآن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب شنو غدا بكرة بيحصل شنو. انت بتعرف بتخطط بالليل تقول بكرة من الصباح ساعة 8 بمشي كذا وكذا، وهتلقى الاسطوب قافل في حادث شغلتها كلها اتلخبطت. انت بتخطط لكن بكرة اللي بيحصل شنو انت ما عارفه. انت حساباتك بتجي. عشان كذا احد الاعراب فيما مضى قيل كيف عرفت الله؟ قال بنقض العزائم. انا قال بخد عزيمة بكرة بتتنقض، معناه الكون ده ما شغال بيه شغلتي انا وقوتي انا، معناه في رب للكون ده بدبره. والله الذي لا اله غيره ناس يكمون وحجبات ويقروا القرآن. مشكلة يقروا القرآن. الله قال في سورة يوسف قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال في سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما واضحة؟ وإن يمسسك الله بضر عقرب طلقة أي شيء ما قال لك حجاب ما بيغنيك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الناس تبقى عقيدتها في الله صحيحة، تربي أولادها على العقيدة الصحيحة على التوحيد والله الذي لا إله غيره. نساوين يا أخي مشان الواحد تغاليب الشهر قروش راحت يقول لك ماشي للفقيه. يا مرة فقيه كيف؟ الفقيه تسوي عنده شنو؟ والله يقول لك الفقيه بيجيب الرائحة، بيجيب الرائحة أي وتمشي له أي يعني بعرف الرائحة أي أهل قال لك بيعمل فيها بيعرف ده. الرسول قال لك ما تمشي له صلى الله عليه وسلم. قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مش كلام خطير؟ لأنه الله نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولو ازدوجت لك مرة بتاعت شيوخ بتزلك انت في الدنيا أول شيء بتزلك. خلي شغل الأخلاق ده خليه، لكن والله تزلك والله تبقيك انت ذاتك تشك في نفسك. مرة يا أخي أنا ماشي معاه متزوجة ماشي معاه تعتر تنادي لها راجل تاني يا لوت حسونة من المدفونة. معناه الراجل الجنب هذا شنو؟ ما هي جاتها مصيبة نادت لها راجل تاني معناه الجنب هذا شنو؟ لا توت ساي معناه ده متزوجة قاعد ساي. معلش يا جماعة لكن معناه زول ده طرورة ساي ما مالي عينه لأنه نادت زول غيره. وات حسونة وينو؟ ومات. يا وات حسونة من المدفونة الدفن من ذاته يدفن شنو ذاته؟ الناس دي دفنوا شنو ذاته بفتشوا فيه. ويا والحسن من المحن والبدر من الفقر والفلع يلفون أسرع من التلفون والحقون أفزعون ويا أبو العباس من عيون الناس ويا أبو قرون من العيون. تنادوا إنادا في الرجال ومصائب ثقيلة جدا وبلاوي والله الذي لا إله غيره كلها عقائد منحرفة. عشان كذا ولدك تربي التوحيد أول شيء وأهم شيء عشان لما تموت وتتكي خدتوك في قبرك أي هو لما يرفع يده لي الله الله يجيب لك أجر هناك في القبر. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة كما في صحيح مسلم إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح موحد، لأنه لو ما موحد ده ما صالح والله. زول ما موحد ده لو بيصلي حتى تتفطر قدماه وبيذكر حتى ينقطع لسانه
ويصوم حتى تتقطع أمعاؤه. ده ما عندوش عند الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شكي قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. يا بني، يا بني، ما قال لي يا فلان، ولا قال لي يا ابني، ولا قال لي يا ولدي، قال لي يا بني. تصغير، وهنا بمعنى الشفقة، يعني يا بني أنا خايف عليك، لا تشرك بالله. ليه يا أبا؟ إن الشرك لظلم عظيم. والله ظلم، والله ظلم. حتى عمنا عمر ده مش ده بيته؟ عمنا عمر جد المولود جزاه الله خير، ده مش بيته؟ بناه. جاء لما في واحد جاء دخل البيت قال له: أنا مرقو مرقو. في شنو يا جماعة؟ والله البيت ده حقي ما حق عمر، وكتب منزل فلان رجالة بس كده. بيرضى؟ بيرضى يا جماعة؟ ما بيرضى. لو عملوا لك انت بترضى؟ ما بترضى. السما دي بناه منه؟ ما شاء الله. جاء واحد صوفي، صوفي من الصوفية من الختمية، والله الذي لا إله غيره من الختمية، قال: أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. هذا الكتاب بتاعه جزاك الله خير. طبعا في ناس عندهم هوس يقول لك مما جاء الصوفية شخشخ. لا لا، هو قاعد يتكلم هو ولا أنا؟ مفروض أشخشخ أنا أو أكثر تخبيط بعدين. الله يقول لك هما جاب الجماعة شخشخ. لا، إيش مفروض شخشخ أنا؟ لو هو عنده، هو بسواه مع الراديوات، ليه ما يسواه معانا؟ لو سواه أو مستابلين ما يتهون يعني. والله ما في ناس مستابلين عمل شنو فيه. هاي زول عليك الله، السما بناء الله. السلط يقول بنيت أنا، ده ما حقار، ما مجرم، ده كذاب. قال بنات السماء أنا. جيب الصوفية شت بس اللي الدواء بوهية بس خليه ابنها بس. أقول لك شيء، اللي يرفعوا سقالة بس يوصلوها فوق سقالة بس. يا أخي معقولة يا أخي؟ والقبة القدر السفة دي بيجاي هنا أكبر شوية. القبة دي كل شهرين وثلاثة وسنة قاعدين يبهوا فيها ويسمكروا فيها. السماء دي عليك الله مما الله خلق. حصل يوم سووا لها ترميم، حصل الشقت في محل. يا ناس الموضوع ده ما كبير جدا. طيب صفحة كم؟ 93. لا لا، شوف النازل والله من أجرم خلق الله. الصلت ده قال بنيت السماء، عليك الله. شوف الزول يا ولدنا الكلام ده صح؟ قال بنى السماء الزول، السماء البنا منه؟ انت غير من الصوفية الشت والله. قال صفحة 93 ده بتاع الختمية، كتاب فيوض البحور المتلاطمة في شرح الراتب المسمى بالأنوار المتراكمة، تأليف إمام العلماء الراسخين وواسطة عقد الأولياء المقربين سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني الملقب بالختم شيخ الطريق الختمية. قال: أمدنا الله بفائض إمداداته وغمرنا بهاطل بركاته في الدنيا والآخرة. ده بتاع الختمية، شوف صفحة 93. قال: أنا عرشها والكرسي، ده بيتكلم عن العيدروس. أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. الكلام ده يا جماعة عليك الله، زول عاقل، خلي زول مسلم، زول عاقل بيقول كلام زي ده. السماء تبنيها، بنى السماء. والله واحد في العزبة، عشان ما يقول لك الكلام ده بتاع ناس بتاع كتب ساي، ده كتبون كتبون براون. واحد في العزبة من أخواننا اسمه عبد الرحيم بناقش في واحد من الختمية ديل من الصوفية ديل، قال لي: يا أخي الله قال في القرآن، ده معنى كلامه: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ الله أثبت إنه بنى شنو؟ السماء. وشيخ الختمية قال: أنا بنيت السماء. أنت رأيك شنو؟ البناء منه؟ قال لي: بنوها سوا. عليك الله، شوف الزن، عليك الله. ده قاعد هنا دي بيركب ركشات، الله يقلبها بيو، بيركب بص وعربيه وما اشي وياكل وبيشرب. قال بنوها سوا. يا ناس بنوها سوا السماء.
بنوها سوا. ومصايب كثيرة والعقائد موجودة الآن والله الذي لا إله غيره. تجد قل لا الله كم، أمسك الصوفي قل لا الله كم، واحد يقول لك الله واحد. أيوة في الشدائد بتنادي منه، بنادي الشيوخ. طيب لخبطت عليه انت وكت الله واحد، ما تنادي الواحد، انت ما تنادي الله الواحد سبحانه وتعالى. يقول لك والله عقيدتنا في الفقراء، وانت فقير اي، وعقيدتك في الفقراء اي. الفقير بيمشي لفقير ولا بيمشي لغنيان؟ الفقير المحتاج مش مفروض يمشي لغنيان؟ انت تمشي لفقير ذاتك تزيدك، تزيد الشغل فقر. انت ما تمشي لغنيان، تمشي للغني سبحانه وتعالى. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فعشان كي الولد ربه على التوحيد. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، ليه؟ ان الشرك لظلم عظيم. والله ظلم، والله ظلم. الجنه بدي الله، يقولوا بدي الشيخ. الحليفه بالله، نحلف بالشيخ. وحات سيدي فلان، وحات ابو هاشم، وحات فلان، وحات علان، كله هوس. والله في البلد دي الغيب بيعلمه الله، يقول الشيخ بيعلم الغيب. البدي الجنه الله، يقول الشيخ بدي الجنه. وكلها مصايب والظلم والشرك. وبعدين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، بيعرفوا قدام. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. بعدين بعرفوا الحاصل إذا لم يتوبوا إلى الله. أما من تاب قبل الله توبته. وهذا الذي نرجوه لكل إنسان، أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. بعد ذلك لقمان قال رب العزة والجلال في الآيات، قال ووصينا الإنسان بوالديه. في آية أخرى في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وفي سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لكن هنا قال ووصينا الإنسان بوالديه، مدخل فيها على اللي هو أنت موصى بأن تحسن إلى الوالدين وأن تبر الوالدين. قال حملته أمه وهنا، وحملته أمه وهنا ووضعته، حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن. وفصاله في عامين، يعني الفطام في عامين، أن اشكر لي ولوالديك. الله خلقك وديل تشكر لهم بالإحسان، لأنه هو ربك هنا تعبوا فيك. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الوالد ده واجب الزول يطيعه، لكن في حاجات ما واجب تطيعه فيها. والله في حاجات في الشريعة ما واجب تطيعه فيها. أبوك قال لك سوي حفلة ولا ما عافي منك، ولا حاج كتر خيرك لكن الموضوع ده ما بسوي والله. حفلة غش المسلمين يجيبون يا أخي يكذبوا للمسلمين، ما مشكلة والمشكلة يقبلها ويساي. وداك بيغادي ده يغني لهم برضه، والله كلها غنى بتاع لخبطه ساي. لقيته في اللفه والالم اللي عليه خفه، ولو مره في في الاسبوع نتكتك الموضوع ده لسه فيهم خير؟ ده باقي لك دار تلموا عليه خير؟ والله لو مره في الموضوع في الاسبوع نتكتك ده موضوع ده والله. وقاعدين ويجيبون ويغنوا. والله اخر مره ما انت عارف انا قاعد في الفتحاب، في مره مسلطه علينا الايام دي بغادي في حفلات شغاله بتدقه بتدقه وتشقه وما تشقه. يا ناس الحاسد شنو ذاته؟ وكلها مصايب وغنى والشغله غلبتهم بقوا فنانين. اي واحد غلبته الشغله بقى فنان، ماسك له ميكروفون الركشه بقت له حاره. كل مره السلك مقطوع بتاع الكلتشي ولا كذي شغله بقى صعب. اشتغل طلبه ما يده تعبانه، اشتغل طلبه الباغه بتقع منه. شغل غلبته في النهايه مسك المايك ده بس يغنوا. واو كان شغالين عدبينا يا الرئيس، وقف المركب خلي الشباب يركب. موديهم وين انت؟ دار تركبه انت وديهم وين؟ وقاعدين في البلد دي وغلبتنا الشغله بيقوا فنانين. ويجي عمك ذاك الكبير الله يهديه بعكاز يجيبوه هاي
في رمضان الشياطين مربطين ديل مفكفكين شفت قاعدين عمك بيجاي لافي له عشرة. والله انا ما بقوله كافر لكن شنو ما في شياطين للانس والجن المهم عليهم ربه. بعدين قاعد عمك قاعد يضحك تحضر طال شنو بعدين قاعد بعكاز عمك بعكاز وبدل يمشي يسبح واستغفر وكذي لامين بنات بيجاي واولاد بيجاي غني لنا. وهاي يا فهيمة مصيبة مصيبة يا ناس الله يهديك ويهدي فهيمة يا اخي معقولة يا اخي وكلها بلاوي في البلد دي وشغالين ويعظمون هاسي الفنان يعظمون. تفضل يا استاذ والاستاذ الموسيقار الكبير صاحب الحنجرة الذهبية وزول الدين اضحكوا به ولك ابديك انجا ابديك انجا وبشن ابجا الحاصل شنو في شنو يعني ما الحاصل شنو في وكلها مصائب والله الذي لا اله غيره. فولدك تربى على الطاعة ما تخلي للجماعة دين بيقول شو ساي يا أخي عدوها مسلسلات وأفلام وشباب ينططوا زي العتان غلبتهم الشغلة بيجاي شغالين ينططوا وديلك يرقصوا وديل بيجاي خماسيات شغالين فيها برضو فيها لخبة يا ناس الحاسج الموضوع ده ما طويل والله الذي لا إله غيره. فلذلك قالوا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي في حاجات ما بتطيعون فيها. قال لك أمش للشيخ ولا لا شيوخ ده الماو أمش لهم علق حجاب ما بعلق حجاب أمش جيب لي معاك ما تنسى جيب لي معاك كيس صعود ولا دي معصية ما بجيبه لا جيب لك سجار ما سوي حفلة يا الحاج يقول لك سوي حفلة لا تزوج بيد عمك تزوجها لازم تزوجها قول لا لا دي ما دي باختياران والله دي ما فيها بر الحاجات دي ما فيها بر ما واجب عليك كسر رقبة شنو تطيع. لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب لما قال له عمر بن الخطاب طلق زوجتك فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له عمر بن الخطاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها طلقها. قال الإمام أحمد ولا يفهم من هذا الحديث أن كل من قال له أبوه طلق زوجتك أنه يجب عليه أن يطلقها وإنما عمر بن الخطاب كان أعلم من عبد الله بن عمر بحال زوجته وكان أعلم منه في الشرع فلما قال له طلقها طلقها وأمره بتطليقها. قال أما غير عمر ممن يقول لابنه طلق زوجتك فيسأل يسألوها طلقها ليه يمكن ساي زهجان منها ساي بس قال لك طلقها بس طلقها والله قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا بس طلقها ساي تقطع الميثاق وكلها في النهاية. عشان كده العلماء فصلوا قالوا الوالد يبر ويطاع قال لك جيب قروش تديه قال لك مص الليل قومك قال لك اسمع اللمبة بتاعت الحمام دي طافية قوم صلحها يا حاجة نعاس وكذا لا لا صلحها أسي قال لا حاجة للصباح لا إلا أسي قوم صلحها الله يعوضك في نومتك دي ما في شيء والله يتحمل ساي لكن أمرك بمعصية ما تبقى فيها ظريف والله يا أبوي إذا قال لي حاجة بعدين الزنب عليه لا الزنب عليك إنت والله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة شنو في المعروف. واحدين يجوا إنت تزوجت جديد يجوا دار تتزوج تعقد يجي يقول لك تحنن تحنن يا حاجة الحنة دي بتاعت الجماعة ناس بتعشوشة ما ودبرك لا إلا تتحنن بس تتحنن علي بالطلاق كان تتحنن خليه فيك طلقة بعدين بيرجع تاني والله تقعد تباري فيه يقول لك علي بالطلاق وبجلدك خليه فيك طلقة وبعدين انت حسيبه ربه يرجع برا يقول له أنا قلت لك طلقة والله الذي لا إله غيره. كلام كثير هم بيتساهلوا فيه وبيستغلوا المسألة دي. الولد تلقى أبوه يشوفه الولد يفلفل شعره ما بيسأله يلبس كباية يخليه ساي تلقى كوزة لأبوه بيجي يلبس نص يد كذي كيف خليه ساي يسوي دهان يتمسحه ذاته شغل لخبطوها يتمسحه يخليه ساي بنطلونه للنص خليه ساي شغلته جاي تخليه جاي نص الليل كنت وين والله في نادي الضباط في شنو بقيت ضابط ولا شنو لا والله في حفلة بغادي
شغالين موهومين. رحل الغمام وقائد الأسطول رحل وجواي نغم، يقعدوا يفكروا فيها نغم ده كيف يسيلك جوا ولا شنو، حاجات كثيرة يفكروا. الولد أبوه بخليه ساي يدردم السفة، أبوه بخليه يسجر، أبوه بخليه بعد شوية جايب له مشكلة بجاسفة له وكذي، مما يستقيم على الدين. شفت بس بقى مستقيم كذي ماشي عديل، أبوه يصلط فيه لا 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 والشغلة دي كذي ما كويسة، وبعد شوية بتقول لنا داعش، لا داعش ديلك كعبين ديلك براون، أبقى بس مستقيم كذي. لا لا والله ما بخليك وأنا ما راضي منك إلا الشغلة دي تفك الدرب ده. قول لا يا حاج دي ما فيها رضا وعدم رضا، قول له إنما الطاعة شنو في المعروف بكل أدب. يعني أنا الكلام اللي بنقوله ده مش الزول بيمشي يقول لأبوي صادمه ويسمعوا كلام سيء، لا بالتي أحسن، لكن أعرف إنه الطاعة عند حد والله الذي لا إله غيره. عشان كذا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم جزاك الله خير فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. زول ابتلي قام للدنيا دي اللي قابوه صوفي وكذي مبتلى بنادي الشيوخ وكذي، بعدين يعاملوا بالتي أحسن ويدعوه وحيد الله ما تنادي الشيوخ ما تبرك بلا تربة ما كذا ما كذا، بين له بالتي أحسن، خلي يا حاج عقيدتك في الله تمام أم كذي كذا كذا إلى آخره، بين له بالتي أحسن والله الذي لا إله غيره، بين له. لأنه في ناس كتار الواحد تلقاه ماشي معاك وصلي الله أكبر يقول كذي أكبر على صيغة أفعل تفضيل، ما في أكبر منه الله سبحانه وتعالى، وتلقى عنده عقيدة في شيخ جوه هنا الله أكبر وعنده عقيدة في شيخ والله الذي لا إله غيره. مجرد ما البص دار انقلب ينادي الشيخ يا فلان الحقنا يا مكاشف القوم، يا زول مكاشفي مات مات مكاشفي شغلته مشت بيغادي، برعي مات صايم ديمة مات. أنا مرة مشيت عمرة والله الله يتقبل في مشينا في باخرة وجينا في الباخرة تعارف في نساوين مردومات قاعدات، بعدين في أنا جاي ماشي سمعت مرة كوركت عند مرة صاحبتها ولا قريبتها راحت اسمها حليمة، والله المرة جيت ماشي عندها قالت يا صايم ديمة تجيب لنا حليمة، جابتها بالسجع كذي يا صايم ديمة تجيب لنا حليمة. مشيت طوالي تكلمت معاهم قلت لهم يا جماعة صايم ديمة مات يلم في حليمة وين صايم ديمة راكب معانا في شغل عدينا، حليمة في النهاية لموا فيها الحمد لله من غير صايم ديمة، وأليم الرب اللي قوها ولا ما لقوها أليم الرب، لكن في النهاية أظن لموا فيها. يا أخي أنا مشكلتنا في حليمة عشان حليمة أنا أشرك بالله سبحانه وتعالى وكلها لخبة ولغوة ثقيلة جدا، فالناس تبقى عقيدتها في الله صحيحة وتربي الأبناء على العقيدة وتربيهم على الطاعة والله الذي لا إله غيره. قال وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه، الزول على الاستقامة وعلى الحق زي الصحابة اتبع سبيل، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم، بعدين بتموت وفي قيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، والله هي عمل بعدين تحاسب عليه. شكل الآية البعدة قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، حبة بس شفتها حبة بتاعت فول من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات، ما عظيم السماوات، أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، فشكيت تراقب الله الآية السابقة دي، تراقب الله وتعظم الله سبحانه وتعالى وتعمل بالطاعة وتجتنب المعصية، لأنه قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، صلي صلاة دي ما تفرط فيها والله الذي لا إله غيره النهاية. وزول ما بصلي ده ما فيه خير، زول ما بصلي ده ما تباريه ده والله يورطك، لأنه ما بصلي ده ما عنده صلة مع الله سبحانه وتعالى قطعه، زول ما قادر يسجد لي الله ما قادر يعبد الله الخلقه، ده بقدم لك خير ولا ده بورطك؟ ما بصلي ده والله مشكلته طويلة جدا. وبعدين انت بتمشي الجامع وبكون قاعد لك برا زي الشيطان، والشيطان بيخش جوا يوسوس، ده لا بخش يوسوس لا قاعد برا ساي منتظرك بس قاعد تجي مارق ولك
ما شاء الله اديته حقه هاي يلا راح معانا مودينا وين دال يا هوزات وقف المركب خلي الشباب يركب ده بركبك ووديك مصيبه بغالي وقل لا مصائب ولا صحبه سيئه والله الذي لا اله غيره يا بني اقم الصلاه وتصلي الناس ما بيسالوك وامر بالمعروف قل للناس صلوا صوموا اعبدوا تمام ما بزول بيسالك كثير لكن نمرة ثلاثة دي بشاكلوك فيها شفت مما وانهى عن المنكر مما تقول ده غلط وده حرام طوال والله كأنهم ما مسلمين ما بنقول هم ما مسلمين لكن كأنهم ما مسلمين يقول لك ناس حرام جونا أهانا الناس حرام انت ناس بوك حرام انت ناس منو يعني احنا ناس حرام انت ناس شنو وحرام جبناه من راسنا انت حرام دي ما جبناه من القرآن والله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم شنو خبائث الله قال عن الرسول كذي صلى الله عليه وسلم ده رب العزة والجلال سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ولك ناس حرام جو فحرم عليك شنو ولك المشددين جو والله ما في أي تشدد شفت شغلتنا دي ما في أي تشدد المشدد ده ما زول ده زايد الشغلة يعني عربية بقول دي بدعة عربية بدعة وسواء الخواجات ما بنركب فيها وكذا وكذا خدت له لحم يقول لا لا اللحم ده خليه في الآخرة لحم ده ما دارينه في الدنيا يبو له يقول له الزواج يقول لا لا الحور العين قدام بس ده مشدد لأن هذي مشددين أنا حتى كنا معاك لحم هنا دي كان في شطة كان ضربناه برضو يا أخي معقولة يا أخي ده كله تشدد لحم ماكلين زواج متزوجين والزواج أربعة الزول فينا يتزوج أربعة أربعة ده متشدد باقي لك وتلقاه متزوج واحد وعامل لك فيها غلبة وتلقاه ساوى له غلبة وهي ذاتها في البيت مش سريع جيب السكر لا نحن الشغلة دي كذي بس في سكر في ما فالله يتقبل كذي الموضوع ماشي والله سكر في خلاص ما في من يتم كلام يبقى سكر ذات كله لخبطة ساي يا معقولة يا أمة ويقول لك متشددين بغادي بس يقول لك ناس الباسطة جو في مشدد بياكل باسطة يا مسلم باسطة وتلقاه ياكل في القرض الصوفي قرض ياكل في القرض لما نقرضك معاه يا قرض يا دين يا اخي قرض يا اخي يا الله قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وكل يا اخي لحم عشان تسجد بمزاج تاكل في القرض ده يا اخي ثاني ما تقدر ذاته والله يكون مصايب كثير يا جماعه انا عايشين لنا والله شغله والكلام معاكم طيب وعم عمر ده بعد عمر شغله دي ما طالت على الناس عم عمر ده طبعا مسخن عم عمر ده الله يحفظه وانا جد هو ما جد الولد نحن الولد ده من الناحيه دي الحمد لله مطمنين عليه ونحسب هاي وان شاء الله التوفيق بيد الله مما في الصوان قال لي نبيل اشتغل وسخن انا قلت زول بيقول لي نبيل ده سخن معناه الشغله دي شنو قلت له والله البوكسي بتاعك ده كله بترمي الناس بتاعك المعاك دي الراكبين لكن الحمد لله الناس قاعدين وبحبوا الدين والشباب جزاهم الله خير جو برضو قاعدين يسمعوا فنزل الله يوفقنا وياهم باقي الوصايا دي واضحه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك الصعر ده زي مرض بيصيب الناقه بيأثر فيها بيخليها راسها تلف وتعمل بها حركات معينة فالزول اللي بيتكبر كأنه مصاب بهذا المرض ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا أو تجعل وجهك مصعرا يعني تصير كالمغضب وتصير في وضع المتكبر ولا تصعر خدك للناس وإنما الواجب عليك أن تتقي الله في كلامك وفي أقوالك والسنة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك شنو صدقة وتتواضع لله وتسمع الناس الكلام الطيب وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي أحسن إلى آخره ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور مختال في مشيته وهيئته فخور بلسانه نحن كذي وعملنا كذي وبنسوي كذي وإلى آخره قال واقصد في مشيك اتواضع واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت شنو الحمير أشد الأصوات صوت الحمير فالإنسان لا يرفع صوته في غير الموضع الذي يحسن فيه رفع الصوت
نكتفي بهذا القدر. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لأحب ويرضى، جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم لشرك كبير جدا والتخلص منه صعب. جزاك الله خير يا جزاك الله خير يا نزل الله يثبتنا وإياك. كونه زول يقول كلام ده ويوحد الدنيا نعم الحمد لله. كبير جدا واحنا عايشين الله ينجيك.